السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ سنة ثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد الدرس ديال ليكونومي جينيرال، أ سافوار لوفيرتور دو ليكونومي أو الانفتاح ديال الاقتصاد، انفتاح الاقتصاد. هاد الانفتاح العام ديال الاقتصادات اللي جاء نتيجة واحد التطور أو نمو يعني في المبادرة التجارية بين مجموعة من الدول، واللي كتميز بالارتفاع من حيث الحجم وحتى من حيث النوع ديال لي فلو دو بيان اي سيرفيس، يعني ديال السلع والخدمات، مع يعني حذف جميع هذوك العوائق او الحواجز يعني بين الدول. اذا ما بقاتش عندنا حواجز بين الدول التي تعيق المبادلات بين هذه الدول، هاد الاسباب اللي خلت الاقتصاد ينفتح على بعضياته. اذا الدول هنا تنفتح على بعضها البعض بسبب يعني التخلص من هذوك لي باريير اونتر لي بي. ما بقاش عندنا يعني لي فرونتيير، ما بقاش عندنا حدود بين الدول فيما يخص يعني المبادلات التجاريه. غنتكلموا اليوم على ليكونومي مونديال او الاقتصاد العالمي، ونشوفوا التطور ديال الاقتصاد العالمي عبر الزمن. الوغ اول حاجه عندنا ناتور اي ايفولوسيون دي زيشانج انترناسيونال. حنا غنشوفوا طبيعة التطور ديال المبادلات العالمية، غنشوفوا هاد ليفولوسيون، هاد التطور هذا ديال يعني المجال التجاري العالمي. نشوفوا التطور على المجال التجاري على المستوى العالمي. اذا كما كتلاحظوا معايا عندنا هاد الجدول، هذا لو طابلو، هاد لو دوكيمون اللي فيه لي زاني 2001 دو 2001 جوسكا 2014. Et ici on a les exportations de marchandises, يعني الصادرات ديال السلع، ou les exportations de services, يعني الصادرات ديال الخدمات، ديال مجال الخدمات. هنا عندنا le total des exportations mondiales، يعني المجموع ديال المارشانديز وديال لي سيرفيس. هنا قال لك travail à faire, calculer la variation de la valeur des exportations mondiales entre 2001 et 2014. هنا ملي كتسمع variation يعني غتحتاج جوج سنوات اللي هي 2001 و 2014. الوغ غنشدو الصادرات ديال 2014 اللي هي 23282، ونقصوا منها يعني الصادرات ديال 2001 اللي هي 7430، وغنقسموها على 7430. الور غتخرج لنا واحد لا فارياسيون ديال 213، يعني 213%. اذا تلاحظوا معايا عندنا واحد الارتفاع في حجم الصادرات ما بين 2001 و 2014، اللي الى حولناه لنسبه مئويه غيعطينا 213%. 213%. إذن ارتفاع حجم الصادرات ما بين 2001 و 2014 ل 213%. Donc pour la première question, on a calculé le taux de variation اللي هو 23282 بالنسبة ل 2014 ناقص 7430 ديال 2001 مقسوم على 7430، وغنضربها في 100 غتخرج لنا 213. هذا هو لو تو دو فارياسيون، يعني حجم او نسبة التغير ديال لي زيكسبورتاسيون مونديال. السؤال الثاني قال لك اناليزي اون ايليستخون ليفوليسيون دي زيكسبورتاسيون مونديال اونتخ 2001 اي 2014. قال لك حلل ليا، اعطي واحد التحليل، واحد التوضيح ديال التطور
ديال لي زيكسبورطاسيون مونديال ما بين 2001 و 2014. Alors, بصفة عامة, de manière générale, le commerce mondial a explosé. يعني وقع واحد الانفجار في المجال يعني التجاري العالمي, في التجارة العالمية. Entre 2001 et 2014. Avec une croissance de la valeur des échanges de plus de 213%. يعني ارتفع حجم المبادلات التجارية بنسبة 213%. Durant les 13 années, يعني خلال المدة ديال 13 سنة, يعني ما بين 2001 و 2014 13 سنة. Telles que les exportations mondiales de biens et services sont passées de 7430, يعني انتقل الحجم ديال الصادرات ما بين 7430 ل 23282 مليار ديال الدرهم, ديال الدولار. Alors, en effet, had les échanges de marchandises, en effet, les échanges de marchandises toujours beaucoup plus importants en valeur que les échanges de services. Les marchandises, القيمه ديالها اكبر من القيمة ديال لي سيرفيس. هنا عندنا 5990 باسم المارشانديز, وهنا عندنا 1440. هنا عندنا في 2005 10120, وهنا في بالنسبة لي سيرفيس عندنا 2415 وهكذا. إذن القيمة ديال يعني السلع مرتفعة مقارنة مع الخدمات. Se sont progressés de 207,5% sur la période analysée. يعني شدينا 18422 وقسم منها 5990 وقسمنا على 5990 وضربنا في 100 غتخرج لنا 207.5%. alors بالنسبه لي سيرفيس, ont connu un taux de croissance de leur valeur plus important que celui des marchandises. يعني le taux, النسبه ديال الارتفاع ديال لي سيرفيس كبر من يعني لي مارشانديز ب 237.5%. leur valeur reste toutefois bien inférieure, presque 4 fois plus faible. ولكن القيمه ديالهم يعني في القيمه يعني الماليه ديالهم اقل من لي زيكسبورطاسيون دو مارشانديز. حنا دابا غنشوفوا السؤال الثالث, لي فاكتور, يعني العوامل اللي ساعدت على هاد ليكسبلوزيون ديال لي زيشانج انترناسيونال. شنو اللي خلى هاد الارتفاع يكون كبير فيما يخص لي زيشانج انترناسيونال؟ دونك لا فورت كروسانس دي كوميرس سيكسبليك, يعني هاد الارتفاع الكبير في حجم المبادله التجاريه ممكن نفسروه بانخفاض ديال لي باريير بروتكسيونيست. ما بقاوش عندنا يعني هذوك العوائق يعني اللي كتكون من خلال من حيث الديوانه. يعني ما بقاوش عندنا العوائق ديال الديوانه, يعني لي باريير دوانيير باغ اكزومبل. لو بروغري, التطور في القطاع ديال الترونسبور, في المجال ديال النقل وفي المجال ديال الاتصالات. عندنا ايضا لا ميز اون بلاس دون ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي او سان دي زونتربريز افيك لور ديفلوبمون دي فيرم مولتي ناسيونال. يعني كتلقى داخل نفس الشركه كتلقى هناك تقسيم عالمي للعمل او دولي للعمل. يعني مثلا عندنا شركه السيارات, مثلا كتلقى مثلا يعني مثلا الكاروسري مثلا تيجي مثلا من دوله, الموتور تيجي من دوله, لي بنو كيجي من دوله اخرى. اذا هناك تقسيم للعمل. La multiplication des accords commerciaux régionaux. هناك واحد التعدد في الاتفاقات ديال التجارة ما بين واحد المجموعة ديال الدول. مثلا كتلقى لونيو اوروبيان, يعني الاتحاد الاوروبي داير اتفاقية, الدول الافريقية دايرة اتفاقية, مثلا الدول جنوب امريكا دايرة اتفاقية,
شمال أمريكا اتفاقية وهكذا. الدول الآسيوية دايرة اتفاقية، هناك واحد التعدد ديال الاتفاقيات التجارية بين مجموعة ديال الدول، وغالبا كتكون قراب من بعضياتها هذيك الدول في المجال الجغرافي. غنتكلموا دابا على لا بارتيسيباسيون دو شاك زون جيوغرافيك دون لي زيشانج. شنو هو حجم المساهمة ديال كل يعني زون جيوغرافيك، كل يعني مثلا افريقيا، ناخذ على سبيل القارات مثلا امريكا، امريكا الشماليه، وعندنا امريكا الجنوبيه، وعندنا اوروبا، وعندنا افريقيا، وعندنا اسيا. حنا غنشوفوا المساهمه ديال كل قاره في الصادرات العالميه من حيث السلع، ما يخص السلع. لاحظتوا معايا هناك واحد الهيمنه، وهناك هيمنه ديال ثلاث قارات. شنو هي ثلاث قارات؟ عندنا امريكا الشماليه واوروبا وكذلك اسيا. اذا الدول الاسيويه والاوروبيه والامريكيه الشماليه وليس الجنوبيه، امريكا الشماليه تهيمن على كتهيمن على دونك كتهيمن على الاقتصاد العالمي من حيث الصادرات فيما يخص السلع. هنا قال لك ترافاي افير كيلز سون لي بول كي دومين لو كوميرس مونديال، يعني شنو هما الاقطاب اللي كتسيطر على يعني التجاره العالميه. هنا قلنا ثلاث قارات، عندنا امريكا الشماليه، وعندنا اوروبا، وعندنا اسيا. او بلون مونديال كيلي لا زون لا بلو ديناميك، شنو هي المنطقه اللي كتعرف واحد الديناميكيه اقتصاديه مرتفعه. Alors, n'est-ce pas, sur le Google, aujourd'hui, le commerce mondial est dominé par les pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, qui réalisent respectivement 38,4%, 34% et 14% de l'échange, des échanges mondiaux. اما بما يخص السؤال الثاني، اي ساجي دو لازي، اذا بالنسبه للمنطقه اللي كتهيمن على الاقتصاد العالمي واللي كتعرف واحد الديناميكيه اقتصاديه هي اسيا، وبقياده واحد الدوله اللي هي الصين، قياده الصين. اذا الصين دوله كتعرف واحد التطور مرتفع، تطور مهول فيما يخص يعني التجاره الخارجيه، يعني كتصدر تقريبا لجميع دول العالم بما فيها امريكا وما فيها الدول المتقدمه، بحيث اصبحت الصين تنافس الدول المتقدمه كامريكا داخل السوق الامريكيه نفسها. اذا الساجي دو لازي، يعني من خلال الصين اللي كتلعب واحد الدور كبير في ما يخص التجاره الخارجيه. Il reflète l'explosion du poids des pays émergents dans le commerce mondial et notamment les pays asiatiques. إذن الدول الآسيوية أصبحت الآن تنافس الدول الأمريكية والأوروبية. بالنسبة للسؤال الثالث، قال لك comment a évolué la répartition du commerce mondial entre les principaux pôles du commerce mondial. كيفاش تطور هاد يعني التجارة الخارجية بين هاد الأقطاب الثلاثة. Donc les pays émergents ont un poids croissant dans les échanges d'aujourd'hui. De 19% au début des années 1983 à plus de 34% aujourd'hui. À l'inverse, le poids des pays développés se réduit. إذا هنا كنشاهدوا واحد التطور فيما يخص النمو الاقتصادي او التجاره الخارجيه عند الدول يعني لي بي ايمرجون. اما فيما يخص الدول اللي متقدمه بدات كتراجع التجاره الخارجيه عندها، بحال امريكا وبحال الدول الاوروبيه، اي الدول لي بي ايمرجون هما الدول الاسيويه. الانفيرس قلنا le poids des pays développés se réduit. Ils ne réalisent plus que 55% des échanges mondiaux contre
presque 60,3% en 1983. يعني ولات كتشكل فقط 55% من حجم المبادرات التجارية العالمية حاليا، بالمقارنة مع 60.3% سنة 2000 أو 1983. السؤال الموالي قال لك كيلي أو كيل جروب دو بيي سو تروف مارجيناليزي دون لو كوميرس مونديال جوستيفيي. شنو هو التجمع ديال الدول اللي كيعرف واحد التهميش فيما يخص التجارة الخارجية؟ إذا بين الدول المهمشة في التجارة الخارجية أو في الاقتصاد العالمي عندنا الدول الإفريقية والدول ديال أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى اللي كتعرف واحد التهميش فيما يخص المبادلات التجارية العالمية. نشوفو diversité des flux de biens، la diversité des flux de biens. يعني هاد الصادرات منش كتكون، هاد الصادرات اللي كتصدر الدول لبعضها منش كتكون. ألوغ نشوفو التطور ديالها ما بين 2006 و 2015. لاحظتوا معايا عندنا le produit agricole ou عندنا le combustible et produit des industries extractives، يعني هنا كنتكلموا على المحروقات، و عندنا les produits manufacturés يعني المنتوجات الصناعية. لاحظتوا معايا التطور ديال يعني la part او الحصة ديال les produits agricoles في 2006 كانت 8.2، انتقلت سنة 2015 ل 9.9%. ما يخص المحروقات انتقلت لابار ديال الحصة ديالها من 19.8% ل 21.3%، والمنتوجات الصناعية من 72% ل 69.1%. الان غنشوفوا السؤال قال لك إلوستري illustrer chaque catégorie de marchandises par un exemple. Attendez, exemple à quelle catégorie, quelle majmoua. Alors, là, pour les produits agricoles, ممكن ذكروا les céréales ou les fruits. Mais بالنسبة للcombustible يعني المحروقات عندنا البترول وعندنا الغاز. بالنسبة للي produits manufacturés عندنا textile يعني المنتوجات الصناعية عندنا textile وعندنا الأدوية les TV, les ordinateurs, les automobiles. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك caractériser la structure actuelle des exportations mondiales de marchandises puis son évolution depuis 2006. Alors غنشوفوا هاد la structure ديال les exportations. Alors parmi les différents biens échangés dans le monde, ce sont les produits manufacturés. يعني المنتوجات الصناعية هي اللي كتعرف واحد التبادل الكبير من خلال المبادلة التجارية العالمية. التلفزيون، التليفون، موبيلي، etc. qui ont le plus contribué à la croissance des échanges commerciaux. يعني المنتوجات الصناعية هي اللي ساهمت بشكل كبير بنمو المبادلات التجارية العالمية. tandis que les combustibles يعني المحروقات ou les produits des industries extractives comme le pétrole, le gaz, le charbon, etc. De même que les produits agricoles ont connu une croissance moins forte, bien qu'importante. يعني المجال ديال الحبوب أو الصناعة الفلاحية وصناعة المحروقات ما عرفتش واحد تطور كبير مقارن مع المنتوجات الصناعية. En premier lieu les échanges de produits manufacturés. En second lieu عندنا أول في الدرجة الأولى عندنا المنتوجات الصناعية، الدرجة الثانية عندنا صناعة المحروقات، والدرجة الأخيرة عندنا المنتوجات الفلاحية. Donc l'échange international de marchandises traduit clairement des échanges
de deux grands secteurs d'économie. Juste les secteurs, juste les secteurs qui sont les في حجم المبادرات التجارية العالمية هو لي سيكتور بريمير اللي هو لاغريكولتور الفلاحة والمحروقات، وعندنا لو سيكتور سكوندير القطاع الثاني اللي هو السيكتور سكوندير اللي هو الصناعة المنتجات الصناعية. إذا القطاع الصناعي وقطاع الفلاحة هما اللي عرفوا واحد التطور كبير فيما يخص المبادرات التجارية العالمية. غنشوفوا دابا لي غران بول دو كوميرس مونديال. هنا غنتكلموا على الريجيوناليزاسيون. شنو هي الريجيوناليزاسيون؟ يعني لا توندونس ا كونكلور دي زاكور، يعني يعني خلق اتفاقيات. الريجيوناليزاسيون هي واحد السياسه اللي كتقوم على خلق اتفاقيات تجاريه بين واحد مجموعه ديال الدول اللي غالبا كتكون قريبه من بعضها. دونك لي زاكور دو كوميرس ريجيونو لي نيفو دانتيغراسيون، دونك لانتيغراسيون ايكونوميك ريجيونال رفليت لا كونستركسيون d'un espace économique et différents obstacles où les différents obstacles se réduisent, yani se disparaissent afin de former un bloc uni. Yani proche adna al hudud, yani كتجي دول متقاربه من بعضها في منطقه معينه وكدير اتفاقيات ديال التبادل الحر. اذا من بين اهم اتفاقيات او مراحل ديال الاتفاق عندنا لا زون دو ليبر ايشانج. هذا واحد لاكور كي كونسيست ا اليميني لي باريير كوميرسيال، خصنا نحيدوا الحواجز التجاريه اونتر، يعني بين مجموعه ديال الدول. شاك بيي ديسيد دو سا بوليتيك كوميرسيال بور لي بارتنير كوميرسيو اكستيريور ا لا زون. مثال ديال الينا، يعني الاتفاق ديال الينا، يعني هو يعني مثال ديال لا زون دو ليبر échange. عندنا l'union douanière. هذا واحد l'accord qui ajoute à la zone de libre-échange une politique commerciale commune, notamment un tarif extérieur commun. يعني كتكون واحد التعريفة موحدة. والإليمination des barrières douanières entre les pays membres. ما كتبقاش يعني يعني les barrières الحواجز الجمركية بين الدول. La politique commerciale commune, ou la politique commerciale mouchtaraka, بين هاد الدول. مثال ديال هاد الاتفاق عندنا سيداو. سيداو يعني واحد الاتفاق دارتو دول افريقيا الغربيه. مارشي كومان، لو مارشي كومان يعني السوق المشتركه. السوق المشتركه هي سوق ديال الاتحاد الجمركي، زائد يعني حرية مرور السلع ورؤوس الأموال والأشخاص. une libre circulation des biens, ديال السلع ديال الخدمات ديال رؤوس الأموال ديال الأشخاص بين أعضاء هاد يعني هاد 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 لونيون. هذا عندنا الميركوزيور. المثال ديال هاد لي زاكور عندنا ميركوزيور. عندنا ايضا لونيون ايكونوميك اي مونيتير. سي ان اكور، واحد الاتفاق اللي كيهم اللي كيسمح بلا ليبر سيركولاسيون دي دي بوليتيك ايكونوميك كومون اي كوبيراسيون مونيتير رونفورسي. عندنا المارشي كومان بلس الكورديناسيون دي بوليتيك ايكونوميك بلس ادوبسيون دون موني اونيك. هنا كتخضع الدول اللي كدير واحد العمله مشتركه، واحد العمله مشتركه بحال الاتحاد الاوروبي. دونك هنا لونيون يعني اتحاد اقتصادي ونقدي، اتحاد اقتصادي ونقدي. يكون عند واحد السوق مشتركه، يكون واحد التنسيق فيما يخص السياسات الاقتصاديه، كيكون واحد لادوبسيون دون موني اونيك، يعني واحد العمله نقديه موحده اللي كتسهل المبادلات التجاريه بين هذه الدول. والمثال ديال هاد لونيو هذا عندنا لونيون اوروبيان. غنشوفوا لي برينسيبو بول اي زون دانتيغراسيون ريجيونال. عندنا لالينا اللي دار سنه 1994، واللي كان واحد الاتفاق ديال ليبر ايشانج بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. وعندنا ايسيان سنه 1992، واللي كان بين هاد ليبريشونس بين 10 دول اسيويه
Birmanie, Brunei, Indonésie, etc. ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند والفيتنام. هادو واحد مجموعة ديال الدول، 10 دول اللي دارت واحد القمة ديال الإيسيان سنة 1992. عندنا لونيون أوروبيان، يعني الاتحاد الأوروبي معروف، سنة 1993 واللي كيتشكل من 27 دولة. وعندنا الميركوزور، يعني لي بيي دو لاميريك دو لاتين، يعني أمريكا الجنوبية. وعندنا السيداو، يعني لي بيي دو لافريك دو لويست. دونك لاحظتوا معايا هاد لي زاكور هادو كيكونوا غالبا بين يعني دول متقاربه من حيث من الناحيه الجغرافيه فيما بينها. شنو هما لي زوبجيكتيف، الاهداف ديال لانتيغراسيون ايكونوميك ديال هاد لي زاكور، ديال هاد الاتفاقات؟ عندنا الارجير لو مارشي انتيريور اي اكسيدي ا دوتغ ديبوشي، يعني كليون، يعني محاوله توسيع السوق الداخليه. ريدوير لي كو دو برودكسيون، يعني تخفيض تكلفه الانتاج. اون بينيفيسيون دي زافونتاج دو شاك بيي، رياليزاسيون ديال ليكونومي دي شين. هنا كل بيي كتكون متخصصه في واحد المجال معين، هنا كتكون عندنا واحد تخفيض ديال التكلفه من خلال التعاون بين هذه الدول. فير فاس ا لا كونكورونس انترناسيونال اي ا لا كونكورونس دي زوتر غروبمون ريجيونو، يعني هنا كتحاول الدول تحد من المنافسه العالمي اللي كتجي من خلال التجمعات او الاتفاقات الاخرى. رونفورسي لا بوزيسيون كوميرسيال دي بي بارتنير اي اميليوري لا كومبيتيفيتي، هنا تحسين التنافسيه والموقع التجاري ديال هاد الدول، يعني اللي مضات على هاد لاكور هذا. لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي ايشانجي، تنوع ديال المنتوجات المتبادله. و لا كونكورونس انتر لي بارتنير، يعني المنافسه بين هاد لي بارتنير بيرمي كي بيرمي داميليوري لو رابور كاليتي بري، يعني الجوده والثمن، يعني هاد لو رابور ديال الجوده والثمن دي برودوي اي بار كونسيكون لاميليوراسيون دو نيفو دو في دي كونسوماتور، يعني تحسين مستوى العيش. لانتونسيفيكاسيون، يعني لاكروسمون ديال لي زيشانج انتر لي بيي بارتنير، يعني محاولة الرفع من المبادلة التجارية ما بين الدول، يعني اللي مضات على هذاك الاتفاق. نشوفوا دابا لي كاركتيريستيك دو كوميرس مونديال، شنو هما المميزات ديال التجارة العالمية. لو كوميرس مونديال، التجارة العالمية عرفات واحد التوسع كبير. لي بيي ديفلوبي دومين لي زيشانج اكستيريور، يعني الدول المتقدمة كتسيطر على التبادل المبادلة التجارية الخارجية. La part des pays en voie de développement dans le commerce mondial est faible. يعني الحصة ديال الدول النامية من المبادلة التجارية العالمية كيبقى ضعيف. Marginalisation des pays en voie de développement، يعني هناك تهميش ديال الدول يعني في طريق النمو. عندنا la plupart des échanges sont des échanges intra-région، يعني هاد المبادلات غالبا كتكون بين الدول يعني ديال الاتفاق. Les pays développés exportent des produits à forte valeur ajoutée، يعني الدول المتقدمة كتصدر الدول العالم أو العالم ككل يعني منتوجات ذات قيمة مضافة عالية. Les pays en voie de développement، يعني الدول النامية كتصدر فقط منتوجات ذات قيمة مضافة يعني منخفضة جدا. يعني هذه هي مميزات ديال التجارة الخارجية أو العالمية. ألور كان هذا هو المقطع الأول من الدرس ديال لوفيرتور دو ليكونومي. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد لافيديو هادي. إذا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها على قد ما أمكن باش يستافد أكبر عدد من التلاميذ. وما تنساوش اللي مازال ما اشتركش معنا في القناة، اشترك باش توصل بالجديد ديالنا في قادم الأيام. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.